لو الحكاية فيها إن فيتو أجانب في تطوير القوانين بتاعتها عشان تناسب الاستثمارات اللي تيجي من بره. تمام تمام. يكاد أقتنع بأن المؤتمر ده يبقى ده الهدف الأعلى بتاعه. تمام تمام. إنما عشان أعرض مشاريع، أولا البنية الأساسية بتاعتك حتى الآن مش كاملة. تمام. يعني وانت هتقول ايه؟ طب لا ما هو اصلا على ما يدرس ويجي وبتاع. طب ما هو بقى مادام هو جاي عشان يبتدي يدرس، تمام، طب ما نخلينا ندرس الموضوع كله. صحيح. تمام. لان انا مش متخيل ان واحد مستثمر من المليارديرات الثقيله قوي اللي بتيجي من العالم دي هتيجي هنا وتيجي تقول لك عاوز اعمل مصنع اهو انا جاهز، تقول له طب اصبر بقى لما ايه ندور على الطاقه والارض ونشوف هندرب عماله ازاي تمام تمام. المشكله الاكبر ان العالم دي قبل ما بتيجي بتبعت زي ما حاصل كده من كل الدنيا، جم شافوا البلد دي فيها ايه. وكل واحد عارف مستثمر مصري اتعامل معاه استورد منه واشتغل معاه بيجي يقول له ايه اللي بيحصل، فبيعرف الصوره بالظبط. تمام. ففي النهايه هتلاقيهم هم كلهم جايين مجامله، وهنطلع في الاخر ان الدول اللي هي هتدينا منح هتدينا والافراد اللي عاوزين يشتغلوا يقول لك انت عندك ايه تبيعه، هات الخامات اللي عندك، هات مش عارف ايه اللي عندك نشتري منك واحنا نصدر لك كل حاجه. تمام. وهو ده مش الهدف، مش الهدف من المؤتمر. تمام. طب بالنسبه عند حضراتكم في الغرفه، هل تمت الدعوه لكافه رجال الاعمال المندرجين في الغرفه ولا ايه اللي حصل حضرتك لحضور الاجتماع وعرض المقترحات الخاصه بهم؟ لا لسه لغايه هذه اللحظه مفيش خالص. لا. دعوه جات لي الغرفة. تمام. طب هل مجلس بتتناقش على مستوى جهاز مجلس اداره الاتحاد؟ بتتناقش على مستوى الاعداد الكبيره لما رئيس الوزراء يعمل ندوه عشان كذا ولا جلسه عشان كذا بروح على رئيس الاتحاد اتنين تلاتة من الطلاب، لكن كدعوه عمل دعوه لسه ما وصلتش. انما انا ما طلبش مني اديني قائمه بمشاريع يمكن الاستثمار فيها. طب وهل فعلا غرفه الصناعات المعدنيه جاهزه بقائمه زي دي؟ عندي قائمه باسامي مشاريع. انما المفروض اني طلب بريف فيري بريف فيزابيلتي، ورقه واحده بس. ورقه واحده صحيح. احنا بنبيع ايه، بنشتري ايه، محتاجين ايه، كميتها ايه، ايه المعوقات، ايه الطاقه اللي موجوده، ايه اللي ايه للصنعه دي. تمام تمام. الكلام ده ليه ابروتش مختلف خالص عن اللي احنا لسه ما حصلش. تمام.